ننتظر واحدا من بين هذه الشعارات المميزة والعملاقة. نسير مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى الانطلاق الأول وإلى الأسماء الباحثة عن الرمز، الباحثة عن شوطا رئيسيا مميزا في هذا المهرجان الكبير، مهرجان جائزة زايد الكبرى في عاصمة ميادين السباق، ميدان الوثبة عاصمة الميادين وناموس الوثبة غير. يا هل الجعدان المركز الأول، الانطلاق الأول مع نبه حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي واثق المضمرين على المركز الأول على الانطلاق الأول. المركز الثاني وصلوا حيشان عبد الرحمن بن حمد بن محمد بن بيشان العجمي، أحد الأسماء القوية المشاركة في تحديات هذا الشوط. المركز الثالث الأسماء الواصلة والمنطلقة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، حامل رقم 31 المتواصل بهذا الأداء الجميل والمميز، شعار مسري بن سالم بالعرطي الحميري مع انطلاق شاهين. المركز الرابع شعار المتحدي سعيد بن محمد بن منانة بن غدير مع انطلاق طلوع المحتلة لرابع التحديات. المركز الخامس وصل المارد عبد الله بن عبيد بالحلوس العامري، وصل بن ذيبان يبحث عن الرمز، يبحث عن الفوز والانتصار. خمسة شعارات عملاقة، خمسة أسماء مميزة. أعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط، إلى الانطلاقات الأولى وإلى شعار بن غدير حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي. من يقدم لنا نبه على المركز الأول؟ المركز الثاني وحيشان يحتل المركز الثاني بمتابعة عبد الرحمن بن حمد بن محمد بن بيشان العجمي، وصل على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث الشارد سعيد بن عتيق بن عرطي الحميري، وصل شعار بن عرطي على المركز الثالث لتكتمل المنافسة، ليكتمل التحدي. المركز الرابع الوصول من طلوع سعيد بن محمد بن منانة بن غدير على المركز الرابع، والمركز الخامس المارد عبد الله بن عبيد بن حلوس العامري، وصل بن ذيبان ينطلق مع انطلاق المارد على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس الهواوي جابر بن محمد بن خاتم الشامسي من يحتل المركز الخامس، وسادسا هنا شعار بن منانة كما ذكرنا، بينما المركز السابع، المركز السابع الوصول مع الصراع راشد بن محمد بن علي المنصوري، والمركز الثامن شعار بن دري المتقدم والمنطلق بهذا الأداء الجميل والمميز. شعار محمد بن سالم بن دري الفلاح يقدم لنا سراب على المركز الثامن. المركز التاسع من الجانب الأيمن من يعلن عن حضوره وانطلاقه وتواجده مهاجر راشد بن محمد بن راشد بن عبيد المنصوري، ولكن عودتنا إلى المقدمة، عودتنا إلى الانطلاق الأول، إلى التحديات الأولى، إلى الأسماء الباحثة عن شوط الرئيسي، الباحثة عن الدرع، الباحثة عن الرمز. المركز الأول مقدمة هذا الشوط والانطلاق الأول، لا زال الواثق، الواثق يسير بخطى واثقة على مقدمة الشوط. شعار حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي مع انطلاق نبه، نبه على المقدمة، نبه على الصدارة، نبه مسيطر ومتربع على عرش الصدارة وعرش المقدمة. أو حيشان يحتل المركز الثاني، عبد الرحمن بن حمد بن محمد بن بيشان العجمي أبناء المملكة العربية السعودية بانتظار هذا الناموس، أبناء جودة يا بن بيشان ينتظرون التهاني والنواميس من هنا من عاصمة ميادين السباق. المركز الثالث المارد يحتل المركز الثالث، عبد الله بن عبيد بن حلوس العامري بمتابعة حمد بن عبيد بن حلوس، من يتابع انطلاق المارد يحتل المركز الثالث. المركز الرابع الهواوي، وصل الهواوي جابر بن محمد بن خاتم الشامسي، والمركز الخامس وصل شعار المتحدي
بدأ يتقدم طلوع رسيد سعيد بن محمد منانة بن غدير بمتابعة المتحدي سالم بن سعيد بن منانة من وصل على المركز الخامس. خمسة شعارات عملاقة، خمسة اسماء مميزة تعرف طرق النواميس، تعرف طرق الرموز جيدا، ولكن ابقى مع الواثق، الواثق مع الانطلاق الاول، الواثق لا زال هو المسيطر والمتربع على عرش الصدارة وعرش الانطلاق مع تواجد نبه حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي. المركز الثاني وحيشان يحتل المركز الثاني، يتقدم بشعار بن بيشان عبد الرحمن بن حمد بن محمد بن بيشان العجمي المارد وصل على المركز الثالث، يتقدم بشعار عبد الله بن عبيد بن حنوس بن ذيبان العامري يصل على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع الهواوي، الهواوي يحتل المركز الرابع القادم بشعار جابر بن محمد بن خاتم الشامسي. والمركز الخامس الشارد رسيد سعيد بن عتيق بالعرطي الحميري وصل شعار بالعرطي، بدأ يتقدم الآن على مستوى المركز الخامس. الخماسية المميزة وصلنا جسر العبور، جسر التحديات، جسر الانطلاق، ولا زال الواثق، الواثق مع انطلاق نبه حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي مقدما لنبه على المركز الاول. نبه والانتاج، الانتاج الفاخر، الانتاج المميز يا بن غدير. المركز الثاني وصلوا حيشان، تقدموا حيشان وسلالات الساعي وامهات الساعي المميزة في عالم الانتاج عبد الرحمن بن حمد بن محمد بن بيشان العجمي يتابع هذا الانطلاق على المركز الثاني. المركز الثالث المارد عبد الله بن عبيد بن حنوس بن ذيبان العامري، يتواجد العامري على المركز الثالث. المركز الرابع هنا من يتواجد الهواوي جابر بن محمد بن خاتم الشامسي. المركز الخامس الوصول مع انطلاق طلوع بشعار سعيد بن محمد بن بنانة بن غدير المتحدي سالم بن سعيد من يقدم لنا طلوع المركز الخامس. الشعارات القادمة، الأسماء القادمة ما بعد الخمسة المراكز الأولى ننتظرها في الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، ولكن نبقى مع المقدمة مع نبه منذ البداية وحتى هذه اللحظات. سيد الموقف، سيد الانطلاق، سيدا في هذه التحديات بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي. نبه مشاهدينا متابعينا الكرام لا زال محلقا في سماء الوثبة، في سماء الإبداع، الدرع في الانتظار، الرمز في الانتظار. ستة كيلومترات انقضت وتبقى اثنين كيلومتر، ما يفصلنا عن خط النهاية، ما يفصلنا عن الرمز الغالي، يحمل اسما غالي على قلوبنا، يحمل اسم جائزتي، جائزتي زايد الكبرى. الله الله، نبه على الانطلاق الاول، نبه على التحديات الاولى. الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي، ولكن بن ذيبان حذاري من هذا الشعار ومن هذا المضمر. المارد المارد عبد الله بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري. المركز الثالث وصل الهواوي جابر بن محمد بن خاتم الشامسي. المركز الرابع بن بيشان يتواجد على رابع التحديات. المركز الخامس الوصول والانطلاق المميز، طلوع القادم لسيد سعيد بن محمد بن منانة بن غدير الكتبي. أسماء قادمة ولكن خلوني مع نبه، ولكن بالحلوس راعي المارد، بالحلوس باحثا عن الناموس، باحثا عن الرمز الغالي عبد الله بن عبيد بالحلوس العامري يقدم لنا المارد المارد راعي العفادة. الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، كيلو التحديات يا بن ذيبان.
يتواجدون على المركز الأول المارد عبد الله بن عبيد بن حلوس بن ذيبار العامري العصافي البطان بدون أي أوامر ما قال شيء ما قال شيء الأقرب للناموس الأقرب للفوز والانتصار المارد 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 وصول من شعار الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي مع نبه وأيضا القادم طلوع وهنالك أسماء قادمة ولكن بن ذيبان الله الله أصدر الأوامر انطلق على المركز الأول نبه 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 بقيادة بن شعفور تقدم الآن شعفور انطلق على المركز الأول نبه الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي الله يا شعفور ماذا تفعل يا شعفور انطلق بالمركز الأول انطلق في شوط الرمز في شوط الدرع سلام مرغم سلام على هذا الأداء الجميل سلام لل الواثق والسلام لشعفور على فوز على فوزنا بحمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي تاني والناموس سلام مرغم سلام سعيد بن راشد العويسي من قدم لنا نبه على المركز الاول تهانينا والناموس المركز الثاني المارد عبد الله بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري المركز الثالث الوصول عجلان علي بن راشد بن عبد الهادي الغفراني المري المركز الرابع طلوع سعيد بن منانه الكتبي المركز الخامس الهواوي جابر بن محمد بن خاتم الشامسي من وصل على المركز الخامس هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام لحظات الفوز والانتصار تهانينا والناموس لمالك نبه حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي التوقيت الزمني 13 دقيقة 12 ثانية أربعة أجزاء من الثانية مشكور يا شعفور من قدم نبه مع المركز الأول اختطف الدرع تهانينا والناموس المركز الثاني كان الوصول على ثاني التحديات والانطلاقات التوقيت الزمني 13 دقيقة 17 ثانية وجزءا واحد من الثاني هو توقيت المارد عبد الله بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري تهانينا والناموس المركز الثالث التوقيت الزمني صاحب المركز الثالث 13 دقيقة 20 ثانية وجزئين من الثاني صاحب المركز الثالث تهانينا والناموس لمالك عجلان علي بن راشد بن عبد الهادي الغفراني المري تهانينا والناموس